السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم سلسلة سنة أولى كمبيوتر. هذا تقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد من غامر المنصورة مصر. أرقام التليفون 0-16-50-47-329 أو 0-17-52-72-96. شكر خاص لكل من بالترتيب الزمني حسب الأدمية: حسين سامي، السيد أحمد شفيق، ندى كنزي، عمرو زهرة الفردوس، صافي ناز، فاروق، إيمان. إيميل السلسلة firstyear_1988@yahoo.com. النهاردة نشرح برنامج خفيف ولطيف جدا، هو برنامج رسام بينت. طبعا برنامج الرسام ده من التطبيقات المشهورة خاصة بالنسبة للناس مثلا في مرحلة التعليم الأساسي أو كده، بياخدوا في الطلبة مثلا والتلاميذ في ابتدائي وكده عندنا على الأقل في مصر. بس هو الحقيقة على وجه التحقيق يعني برنامج مفيد وممكن يكون له استخدامات كويسة. هو البرنامج عبارة عن كأنه لوحة بيضاء ومعك أدوات الرسم المعتادة. نبدأ بأدوات الرسم اللي موجودة في الجنب دي. عندنا كم كذا أداة موجودين، 1 2 3 4 5 6 16 أداة. عندنا 16 أداة دولت موجودين، هم أدوات الرسم الأساسية اللي أنا ممكن أستخدمها. طبعا الشكل ده ممكن يكون متغير عندك شويه شكل الادوات، بس هم يعني اول اداه القلم الرصاص، بستخدمه في الرسم عادي يعني. لو انا من هواة الرسم القلم الرصاص هستخدمه عادي. كل الفرق بس ان درجه تحكمك بالايه بالماوس، درجه تحكمك بالايه بالماوس هي اللي ممكن تفرق معاك. دي حاجه. تاني اداه الفرشه. يبقى اول الاداه من القلم الرصاص البنسل، تاني اداه الفرشه. الفرشه انت عندك ليها كذا شكل، اولا الشكل الدائري ده، وبعدين الشكل المربع، وبعدين شكلها بس وهي مايله يعني الفرشه بس انها تكون مايله وشكلها وهي مايله الناحيه الثانيه. فكل ديت احجام واشكال الفرشه. بجيب الفرشه وبعدين بختار اللون، بختار الاداه وبعدين بختار اللون، وهو ما ارسم عادي. الاحظ ان الخط اللي انا برسمه بيبقى دائري، لو هنا هلاحظ ان هو بقى مستطيل، قصدي مربع يعني. لو هنا هلاحظ ان هو هيبقى تخين وبعدين رفيع كده، وبعدين تخين تاني وبعدين رفيع كده يعني. لاني كاني ماسك الفرشة ايه ب ب ب ب بجنب، فده بيخليها تديني التحولات اللي موجودة هنا. العكس بالظبط من حيث التخن والرفع، بتعمل لي تحولات ظريفه. ديت تاني اداه بناخدها دلوقتي. كويس قوي. طبعا عندنا تحت الالوان المتاحه بالنسبه لي هي الالوان ديت. بعد كده عندنا الاير براش اللي هي البخاخه ديت. عندنا 3 احجام، حجم صغير، حجم متوسط، وحجم كبير. فلو جبنا الحجم الكبير وجبنا كده البخاخة، لان هي بتديني اللون الاصفر اهو، لو مش باين شوية ممكن نجيب الازرق. دي كده البخاخة. بعد كده عندنا الاداة بتاع التكست. لو انا عايز في وسط الكلام اكتب تكست، عايز اكتب تكست كده كويس، فعايز اكتب مثلا محمد. طيب ليه محمد جاب الخط الازرق؟ لان اللون اللي شغال غال عندي هو اللون الازرق. انا عندي اللون الازرق اسف، اللون الازرق هو اللون اللي انا اللون الاولاني ده، هو اللي هو الازرق ده، هو اللون اللي انا بكتب بيه وبرسم بيه وبعمل بيه كل حاجه. اللون الابيض ده هو لون الخلفيه يعني، ده الاولاني لون الكتابه، الثاني لون الايه لون الخلفيه، لون الكتابه والرسم ولون الايه الخلفيه. من هنا بيطلع لي الشريط، ببدا اكبر في الخط كويس. لو انا مش عاجبني الخط ده ممكن من هنا اختار اغير نوع الخط. يعني اي حاجة مثلا ده، وبعدين اخليه تخين،
يعني خط سميك ومايل وتحتيه خط، يبقى الأداة الأولانية دي بتاعت السمك تخلي الخط سميك، تاني حاجة تخليه مايل، تالت حاجة تخليه تحتيه خط، وبعد كده ايه؟ قفل. طبعا باجي هنا اقوم ضغط اي ضغطة بره تقوم الكلام مكتوب كويس. الفرق ما بين الاداتين دول هنلاحظهم لما نجيب صورة. هنجيب احنا صورة، هنستوي الصورة من اي مكان، يعني ايه؟ هنفتحها، هنقوم داخلين فايل اوبن، وندخل على اي صورة من الصور اللي موجودة ديت مثلا دي، واقول له اوبن، فهيقول لي هو انت عايز تحفظ الصورة ديت اللي قدامك اللي هي شوية الشخبطة اللي احنا شخبطناهم دلوقتي؟ اقول له نو. كويس، ده شكل الصورة دي. طب الصورة دلوقتي مش مالية الشاشة، انا عايز املاها، فبقوم جاي هنا من الجنب لحد ما السهم بتاعي يتحول لسهمين بالشكل ده، واقوم جايبه ايه مخليه. طب هو دلوقتي ايه؟ كبر لي الصفحة البيضاء بس ما كبرليش الصورة. باجي من هنا من ايمج بعمل استريتش، يعني بكبر الصورة، فاقول له مثلا ان هي خليها 125 فيرتيكال وهوريزونتال 125 برضو كتير، 125 خليها 110 ماشي. يبقى هو يكبرها فيرتيكال وهوريزونتال دلوقتي، كبرها فيرتيكال وهوريزونتال الصورة خلاص. كويس جدا. طبعا انا لو عايز اكبرها زيادة بقدر اكبرها عادي، مفيش مشكلة ماشي. بنتكلم بقى على أداة التكست. أداة التكست أو الأداة اللي احنا جبناها ديت، هنغير بس الخط، نجيب مثلا اللون ده ونبدأ نكتب، فنكتب برضو محمد ماشي. طبعا آخر حاجة، آخر خاصية هي اللي ايه اللي ظهر معايا من هنا من فيو يعني يعني قصدي ايه؟ قصدي ان يعني اخر تنسيق للخط هو اللي ظهر قدامي، ده التنسيق اللي انا كنت عامله اخر مره كويس، هو اللي ظهر. طب لنفرض ان انا عايز اغيره المره دي، اجيب من هنا من فيو، اجيب تكست تول بار ماشي، واغير التنسيق ده، انا عايز اكبر الخط شويه، خلي مثلا 48 ماشي. لما اضغط بقى هنا هلاحظ ان هو عمل لي ايه؟ عمل لي مستطيل في قلب الرسمه، فلما يعمل مستطيل في قلب الرسمه بوظ شكلها. ونفرض ان انا عايز اكتب على الرسمه بحيث اني اكتب بس كده بقى اللي تظهر مش المستطيل ده، فعندي تحت الاداه اللي تحتها اهي، اكتب هنا وابدا اكتب محمد برضو، واضغط بره الاقي الكتابه بتاعتي بقى شكلها كويس. ولنفرض ان انا عملت الغلطه ديت وانا شغال، طب انا عايز الغلطه اللي انا غلطتها ديت ارجع في كلامي، يعني عايز اصلحها، فبعمل كنترول زد، كنترول زد، كنترول سد ديت معناها ان انا ارجع في كلامي كويس. طيب ولنفرض ان انا عايز محمد تاني، عايز يعني محمد اللي اتمسح دي عايز اظهر تاني، اعمل كنترول واي، يبقى كنترول زد عكسها كنترول واي ماشي. اعمل بقى كنترول زد ديت، وعايز اجيب محمد اللي هي محمد اللي ايه من هنا، احطها في وسط الايه في وسط الصفحه واكتب محمد ماشي. كويس قوي، يبقى كده عرفنا ازاي نكتب، ازاي نغير في اشكال الكتابات، ازاي نعمل كتابة سواء عايزين نخليها في قلب مستطيل او نخليها على الكتابة على الصورة مباشرة. بعد كده هنا ازاي اعمل اسمها ايه فري فورم سيلكت، يعني ازاي اعمل سيلكشن، اعمل اختيار فري فورم يعني بشكل حر، بمعنى ان انا باجي بايدي كده اهو وبعمل كده اهو، يبقى انا كده هاخد الحته دي من الصوره واقطعها او اديها بقى للباكادين اللي انا عايزه، ونفرض ان انا عايز انزلها تحت، عايز اطلعها فوق، عايز اعملها في اي حته كويس، وعايز املى مثلا الحته دي حاجه تانية او احط فيها ايه صوره تانية كويس، واجي اقوم عامل كده تمام. طبعا ده بوظ شكل الصوره، فانا اعمل كنترول زد كاني ما عملتش حاجه، دي حاجه. طيب واحد يقول لي طب الشكل اللي انت كنت قاطعه ده يعني شكل مش منتظم، فشكله وحش، انا عايز حاجه منتظمه، اللي هو الفري ده كان مش منتظم لانه فري يعني حر، هنا انا عايز حاجه منتظمه، فاعمل كده الاقي نفسي بقطع قطعه منتظمه وبوديها المكان اللي انا عاوزه. على فكره لو انا عايز اقطع القطعه المنتظمه دي واتك كليك يمين عليها واخدها كوبي، ممكن اوديها صوره تانية اصلا، يعني ممكن افتح برنامج افتح صوره تانية مثلا وليكن الصوره ديت بتاعت خلفيه الجهاز مثلا، وافتح لها برنامج الرسام من هنا كده، فتحت لها برنامج الرسام واتكل كليك يمين
واعمل لها بيست، يبقى انا خدت القطع اللي انا قطعته من صوره واديته صوره تانية. كويس. الصوره دي على فكره اللي انا اللي معموله دي مش معموله بالرسام بس، عشان بس الناس ما تبقاش متصوره ان هي ممكن الرسام يعملها كل حاجه، لا هو انا عاملها على فعليا على برنامج اسمه ايه الباوربوينت، عاملها على برنامج الباوربوينت. الصوره دي بتتعمل بكل سهوله، يعني سهل جدا انك تعملها الصوره الخلفيه ديت على برنامج الباوربوينت. ممكن نبقى نتعرض للموضوع ده بعدين. بس انا في اظن المعلومه بتاعتي وصلت، ان انا ممكن اخد كوبي او اخد قط، اخد حته من صوره واديها صوره تاني. كويس. وفهمنا وعرفنا معلومه مهمه جدا، وهي ازاي يبقى عندي صوره ادخلها على الرسام على طول. دلوقتي انا لما بفتح الصوره واجي اتفرج عليها، الاقي ان انا دلوقتي كده بتخليني اجيب الصور دي الصوره التاليه نيكست ايمج، لو كان في شويه صور وانا عايز اجيب الصور اللي بعد كده، ودي الصوره اللي قبل كده، تمام. ودي بتكبر الصوره، ودي بتصغر الصوره، ودي بتعمل لي سلايد شو، يعني بتعد الصور بتتابع، ودي بتحذف الصوره، ودي دول بيعملوا روتيت للصوره، يعني بيدوروا الصوره. كل الادوات ديت احنا عارفينها وبنستعرضها على السريع كده للناس اللي ايه مش عارفه. انت لو جربت الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها هتفهمها لوحدك، حاجات سهله وبسيطه جدا يعني. فلو خدنا بالنا، تشوف زي ما انا فتحت البرنامج، الاداه اللي انا ضغطت عليها دلوقتي كده بتفتح لي الصوره، بتخليها لي في قلب الرسام. الاداه ده يعني بتخليه اعمل له ايديتنج. يعني ايه اعمل له ايديتنج؟ يعني ابدا اعمل للصوره تحرير. عملتها كذا مره علشان المعلومه دي مهمه جدا. كويس. بعد كده عندي الاداه بتاعت الاستيكه او الممحاه، اللي بتمسح الحاجات اللي انا موجوده عندي في قلب الصوره. لو انا عايز امسح اي حاجه في قلب الصوره امسحها كده، لو انا مشخبط شخبطه بالقلم او بالفرشه وعايز امسحها، بجيب برضو الاستيكه او الممحاه ديت وامشي وراها كده وامسحها. كويس. بعد كده عندي اداه سكب الالوان او اداه ميل الالوان. انا عندي مساحه مقفوله في قلب البتاع، مساحه مقفوله اهي بشكل مستطيل، عايز الونها كلها بلون واحد، فباجي كده واقوم ايه ملونها كلها بلون واحد. كويس. طب ولنفرض بقى ان المساحه دي مساحه مفتوحه، لو جبنا سيبنا من الصوره دي خالص وقلنا له نيو، هيقول لي عايز السيف التغييرات دي، اقول له لا. جبت الصوره اهي. دلوقتي انا لو عندي مساحه مقفوله، يعني مثلا اهي انا دلوقتي هعمل مساحه مقفوله اهي، دي مساحه مقفوله، دي مساحه مفتوحه اهي، شوف دي مفتوحه اهي. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ دلوقتي لو جبت اداه سكب الالوان وسكبت اللون في قلب المساحه المقفوله مش هيخرج بره. كويس. لما لو سكبته في قلب المساحه مفتوحه هيخرج بره الصوره ويبهدل لي الدنيا. طبعا بعمل كنترول زد عشان الغي الموضوع دوت. كويس جدا. طيب في حاجه تانية، لو انا عندي لون مميز، كويس، وصلت له انا بصعوبه مثلا، وليكن هذا اللون، ولنفرض ان هذا اللون لون مميز يعني، وانا عايز الون بيه حاجه تانية، ماشي، او عندي لون في قلب الصورة. طيب ما ممكن نعملها نجيب الصورة تاني احسن عشان الموضوع ده يبان. اوبن، هنجيب الصورة بتاع السانسيت ديت اهي، الصورة تانية دلوقتي. ولنفرض مثلا ان انا عايز ارسم الرسمة ديت اهي، كويس، وعايز يعمل مساحه مقفوله اهي، ولنفرض مثلا ان الشكل ده عاجبني وانا عاوزه، فبقوم جايب الاداه ده اهي اللي هي بتاعت التقاط اللون. اللون بتاع البحر ده لون عاجبني جدا، فانا عايز اعمل بيه الحته دي. طب الاول هلونها ابيض عشان تبان اهو. طبعا من المكان ده مش كله على بعضه لون واحد، فهو مش معتبره ايه، مش بعتبره لون واحد. طيب ماشي، انا هاجي هنا اهو واقوم برضو ايه ملون المنطقه ديت كلها ابيض اهي. طبعا بتحتاج دقه في البتاع الرسم وكده والتلوين، والناس اللي وقت الرسم طبعا في ناس بترسم بالماوس كويس قوي، يعني زي ما بترسم بالفرشه تماما يعني. برنامج الرسم البنت ده كانه يعني اي واحد رسام بيقدر يرسم عليه كويس قوي، يعني مثلا لو حتى العالميه ممكن تتزور تماما على برنامج الرسام ده، لانه نفس ادوات الرسم المعتاده والعاديه بالنسبه لاي واحد. ماشي. ونفرض ان اللون ده ابيض اهو ومش عاجبني، عايز اجيب انا اللون اللي تحت ده، فبختار اداه التقاط اللون وبلتقطه، وبقوم باجي هنا بقى
ما التقطش كده لون ولا عمل حاجة. اه جابوا، لا جابوا جابوا، انا مش واخد بالي. ايوه كده كده جاب اللون، هم عملوا كده. يبقى لو واخد بالك خد لون الايه، الحته بتاع الشمس ديت. لو عايزين نوضحها اكتر هجيب انا اللون الاسود ده بتاع الجبل، هلتقط اللون. يعني ايه هلتقطه؟ يعني اخلي الادوات تبقى تلوني باللون ده، تلاقي اللون تحت تحول الاسود. يبقى انا جبت اللون الاسود بتاع لو انا عايز اجيب اللون بتاع السما ده هلتقط اللون، اهو اجيب اداه التقاط اللون كده. كده انا بمص نسخه من قبل اللون، وبعدين بجيب الاداه اللي انا عايز، ونفرض ان انا عايز الاداه ديت او الفرش اي حاجه فيهم، قوم ده بجيب لي اللون ايه، جاب اللون من فوق. يعني دي بتخليني التقط الالوان من قبل، من قلب الرسمه نفسها، من قلب الرسمه التقط الالوان. انما تحت عن تحت عندي الالوان اللي تحت متاح، فيمكن يكون اللون ده بنفسجي بدرجته ديت مش موجوده عندي، او انا مش شايفها ان الدرجه ديت مناسبه، او عايز حاجه تاني كويس. فممكن من قلب اللوحه اختار اللون عن طريق اداه التقاط الالوان. بعدين عندنا كمان المكبر، ممكن اكبر الصوره زي ما حضراتكم شايفين، فده يبين لي تفاصيل اكتر اهو. ممكن اكبرها زياده، عندي ايه، اضربها في واحد، واضربها في اتنين، واضربها في سته، واضربها في تمانيه. طبعا في تمانيه دي هلاقيها كبرت جدا كويس اهو. بعد كده قلنا كل ده كده الادوات اللي فوق. بعد كده عندنا الاداه بتاعت اللاين، ده بيرسم خطوط عادي جدا، بس ايه عنده كذا نوع من كذا سمك من متاح بالنسبه لك، فانا بختار اتخن سمك فيهم مثلا واعمل كده اهو. بس بخلي بالي من موضوع ان هو بيبقى عامل ايه زي ما حضرتك شفتوا كده، بيبقى عامل سن كده او حاجه كده، يعني كانها سلالم موجوده. فانا برأي ان الموضوع ده ما يكونش موجود، بيبقى موجود لا ما بيبقاش موجود، لما بيبقى خط افقي تماما او راس تمام. انما لو جيت اعمل خط كده اهو هيبقى في سنة سنون كده، واخد بالك حضرتك، هتلاقي الايه في سنون كده او في بتاع شكلها ما بيبقاش ظريف او ما بيبقاش كويس بالنسبه لبعض الناس. تمام. بعد كده عندي الكيرف، ده خط بيعمل الكيرف. طب بيعمل الكيرف ازاي؟ بشد الخط الاول، وبعد كده باجي من نص الخط وببدا اسحب. دلوقتي انا دايس على الماوس وساحب الخط معايا، ابدا احليه يتحرك لحد ما اوصل للكيرف اللي انا عاوزه كويس. بعد كده عندي المستطيل، ده مستطيل متلون باللون الاسود، لان انا اللون اللي تحت اللي انا مختاره اللون بتاعي دلوقتي اللون الاسود. طب لو عايز اعمله احمر اهو احمر. طيب لو عايز اللون المستطيل يبقى معبق باللون الاحمر، بختار تالت واحده بقى، يبقى اعملي مستطيل معبق باللون الاحمر على طول، باللون الازرق بختار اللون الازرق. دايما ابص على هنا، اللون ده هو اللون الاولاني ده هو، طبعا الابيض ده ابيض يعني خلفيه بيض كويس. اللون بقى اللي تحت، اللون قصدي اللي فوق ده هو اللي هو لزق ده، بقى دلاله على ان ايه اللون اللي شغال بيه دلوقتي. لما بعوز اغيره بضغط هنا وابدا اغير في اللون كويس. بعد كده وانا عايز اعمل اشكال اهو، ابدا ارسم وبعمل اشكال زي ما انا عايز. لو انا عايز الشكل ده انا ارسمه ويبقى مقفول، طبعا هجيب بس ده، انا عايز اعمل شكل مضلع، بس مضلع ايه مقفول ومعمول بلون معين. اهو كويس. كل ديت حاجات بتخلي ارسم مضلع. بعد كده عندي لو انا محتاج ارسم دايرة، ولو انا محتاج ارسم دايرة معبأة بلون معين. بعد كده انا محتاج ارسم مستطيل بس الاحرف بتاعته مهذبة، محتاج ارسم مستطيل والاحرف بتاعته مهذبة معبأة بالالوان. بعد كده استعرضنا اهم الادوات. من الحاجات المهمة قوي اللي بنستعرضها موضوع الايه، دلوقتي الصورة قدامي اهي عايز اكبرها بقى، فبعمل ايه موضوع الاستريتش اللي انتوا شفتوه ده، بكبر الصوره نسبه مئويه، ممكن تكون 150% كويس. يعني هي دلوقتي الصوره 100% حجمها طبيعي حلو، انا عايز اكبرها شويه فخليها 125% ده من ناحيه الهوريزونتال اللي هو الافقي، ومن ناحيه الفيرتيكال 125%. يبقى الصوره هتكبر من ناحيه العرض 125%، ومن ناحيه الطول 125%.
واقول له اوكي. الصوره كده كبرت، كبرت على برنامج الرسام بس، يعني كبرت وانا بستعرضها على برنامج الرسام، انما لما اجي اسيفها الاقي الصوره شكلها طبيعي كويس. دي حاجه. طيب الصوره ديت انا لما باجي بعد ما خلصت الرسمه ديت عايز احفظها، بعمل ايه؟ بعمل فايل سيف از. كويس. طيب احنا صعدنا الفرق قبل كده ما بين سيف وسيف از، قلت ان انا عندي فايل اسمه احمد. كويس. دخلت على احمد ده وعملت فيه تعديل، يعني مثلا الصوره ديت اسمها الخلفيه الجديده، حلو. هغير اسمها لاحمد مثلا مجازا يعني. كويس. فانا دخلت عليها وعملت تعديل وعملت سيف از، حلو. ما عملتش سيف، عملت سيف از. لما بعمل سيف از بسيب الاصل زي ما هو اللي هي الخلفيه الجديده، وبحفظ نسخه تانية اسمها احمد، يعني الاصل بيتنيه زي ما هو. كويس. انما لما بعمل سيف از بسيف على الاصل، فلذلك انا دايما لما بعمل سيف بس بسيف على الاصل، لذلك انا دايما براعي ان انا اعمل سيف از ما اعملش سيف بس. ليه بقى؟ لان دايما عايز الاصل بتاعي يبقى تنيه سليم زي ما هو، بحيث ان انا احتاج الخلفيه دي بعد كده في حاجه تانية. يبقى سيف از بتحافظ لي على الاصل زي ما هو، وبتعمل لي الحاجه اللي انا عايزها ديت، بتعملها لي نسخه جديده لوحدها، انما سيف بتحفظ لي الحاجه فوق بعضها، يعني بتشوه لي الاصل اللي عندي او الصوره الاصليه اللي عندي. كويس. لما باجي احفظ الفايل، طبعا هنا فايل نيم بسميه مثلا اي حاجه، محمد برضو، اي اسم يعني يخطر على بال واحد. وبعدين بتختار المكان مثلا ديسكتوب، ومن هنا بقى بيديك الامتدادات اللي انت ممكن تسيف بيها الصوره. اشهر الامتدادين هما ده اهو، البي ام بي ده اهو، والايه والجي بي اي جي. تمام. انا بنصح دايما ان انت لما تسيف سيف الجي بي اي جي. ليه بقى؟ لان الجي بي اي جي بيسيف بمساحه صغيره، يعني ايه المساحه اللي بيسيف فيها؟ مساحه صغيره، مثلا جي بي جي، الجي بي اي جي ده لما بيسيف فيه صوره ممكن يسيفها لك مثلا في 100 كيلو بايت. كويس. نفس الصوره ديت ممكن يسيفها لك اللي فوقيه اللي هو البي ام بي ده ممكن يسيفها لك بكام؟ ب 500. يعني انا مسيفها ب 100، ده ب 500، ومفيش فرق تماما بين الصورتين، غير ان ده جي بي اي جي وغير ان ده بي ام بي. كويس. فازاي انا افضل الجي بي اي جي من ناحيه ان انت وانت بتسيف تسيف ازاي. وعرفنا طبعا لما بنحتاج نجيب صفحه بيضاء جديده بنقول من فايل نيو، لما بنحتاج نفتح صوره من فايل اوبن، لما بنحتاج نسيف على نفس الصوره من سيف، لما بنحتاج نسيف على الاصل بتاعنا، انما لما بنحتاج نعمل اصل جديد بنعمل سيف اس. كويس جدا. ده الامر اند اللي هو كنترول زد، يعني عاوز ارجع في كلامي. سيلكت اول يعني عاوز اختار كل في الصوره. بيست فروم يعني اخد نسخه من الحاجه اللي عندي، يعني يعني اعمل كوبي بيست لصوره معينه، زي ما حضرتك شفت دلوقتي كده، جاب لي الصوره اقدر اصغرها واقدر اتعامل معاها زي ما انا عايز واحطها في المكان اللي انا عاوزه. كل البوكسز ديت اللي هي كلر بوكس والتول بوكس، ده التول بوكس اللي هو على اليمين ده احنا خفيناه كده كده نظهره، والكلر بوكس اللي هو تحت بتاع الالوان كده خفيناه كده نظهره، والستيتوس اللي هو اللي تحت ده اللي بيقولك انت بتعمل ايه، الزوم لو انت محتاج تكبر الصورة وتكبر عرضها لارج تكبرها اكتر، وبعدين هنا من الزوم تعملها نورمال ترجعها تاني كده لو انت محتاج تصعد الصورة. وتخرج منها بانك تضغط انتر. الادوات التانية بقى دي ادوات يعني محتاج تعمل روتيت للصورة، محتاج روتيت كده تلفها زاوية 90، زاوية 180، زاوية 270، ادوات كلها ادوات. بعد كده كلير ايمج لو محتاج تمسحها، بعد كده ادوات الايه انفيرت كلرز لو محتاج تقلي شقلب الالوان، يعني تعكسها، انفيرت كلرز تاني. ماشي. بعد كده ده اخيرا ممكن تكون مهمه من كلر اديت كلرز اهي، لو محتاج ان انت تختار قدامك الوان اكتر من المعروضه هنا. طيب واحد يقول لا ده انا محتاج درجه معينه من الالوان، اقول له تضغط على ديت هيفتح لك بقى الالوان بشكل اكثر احترافيه، تقدر تختار الدرجه اللي انت عايزها. اخش مثلا اخش في لزق، انا في لزق اهو، اوصل انا للدرجه اللي انا عايزها، وبعدين اتقل واخفف بقى
انزل، انا جبت طاقه بتلزق ان انا عايز اطلع ماشي، وبعد كده اقول له اد كاستوم كولر، يبقى بيضيفوا هنا عنده في الكولرز الايه اللي متصنعه كويس. بعد كده بلاقيه شغال بيهم، ده ازرق جديدا لسه جايبه من الايه او لسه مصنعه اهو كويس. ده بالنسبه لايه لبرنامج الرسام. في حاجه مهمه جدا برضو عايز اتكلم فيها في برنامج الرسام دلوقتي، ولنفرض ان انا عندي مشكله ما في الجهاز بتاعي، حصلت المشكله وجاب لي جاب لي رساله مثلا، يعني مثلا ولنفرض ان انا جيت اعمل امتي للريسايكل بن جاب لي الرساله دي، انفرض مجازا مجازا ان الرساله دي رساله خطا حلو، وانا مش عارف الرساله دي معناها ايه، او انا مش عارف ان الرساله ديت اعمل فيها ايه او اتصرف فيها ازاي او ادوس على يس ولا نو. نفرض ان الموضوع ده حصل معاك في الجهاز في اي حاجه، فبتحتاج تستشير حد، فممكن الحد ده يكون على الانترنت، ممكن تبعت لي انا او تكلمني على الماسنجر مثلا، او تبعتها لي في ايميل، او تحتاج توريها لحد مثلا حتى من الاسره او كده يكون بيفهم في الكمبيوتر او كده، وهتاخدها له معاك على فلاشه توريها له، تقول ان الجهاز عندي بيحصل فيه مشكله فلانيه، فمش عارف تعبره عن المشكله فهتاخد له الصوره. طيب ازاي بقى اصور الجهاز بتاعي؟ يعني انا عايز اصور الجهاز بتاعي واصور المشكله اللي حاصله بالظبط، بحيث الراجل اول ما يشوف الصوره يعرف ايه المشكله كويس. فنفرض مثلا ان دي مشكله مجاز بلاش دي، لو واحد طلب منك مواصفات الجهاز بتاعك وانت ما انتش عارفها، من قائمه ستارت هتقول له ران وتكتب له ايه ديكس دايش اللي انا كاتبها دي كويس، وتضغط له اوكي هيطلع لك مواصفات الجهاز بتاعك. ولنفرض مجازا برضو ان انت محتاج تعرف حد مواصفات الجهاز بتاعك، فبيقول لك هات لي مواصفات الجهاز، فانت عارف ان من قائمه ران لما بكتب ديكس داش ديت بيجيب لي مواصفات الجهاز حلو. طيب انا بقى مش عارف اكتب له مواصفات الجهاز، عايز اخد له الصوره او عايز ابعت له الصوره على الماسنجر او على الايميل، فبعتها له ازاي؟ محتاج ان انا اصور الجهاز بتاعي، اصور الحاجه اللي معروضه قدامي، ففي اداه بيسموها اداه ان انت تصور الجهاز بتاعك بالظبط، يعني الصوره اللي معروضه قدامك بالشاشه بالظبط تصورها بكل تفاصيلها، حتى الساعه اللي موجوده، حتى قائمه ستارت، حتى الايكونز، كل حاجه قدامك هتتصور حالا. اصورها ازاي بقى؟ في زرار عندك كده هتلاقيه على ايدك اليمين من فوق اسمه برنت برنت سكرين سيستم ريكوايرد، اضغط عليه كده انا صورت الجهاز بتاعي. طيب واحد بيقول طب انت صورت الصوره فين؟ اقول له الصوره دي دلوقتي متخزنه في الرامه بتاع الجهاز. طيب وانا هعمل بيها ايه في الرامه؟ ملهاش لازمه عندي. اقول له هنروح برنامج الرسام وهنقوم جايين هنا ومتاكين وضاغطين كنترول في، ادي الصوره بتاعت الجهاز بتاعي تماما زي ما انت تكون قاعد معايا بالظبط. ايه بقى اللي هيحصل دلوقتي؟ انت هتبعت لي الصوره مثلا، او هتبعت للشخص، مش قصدي عليا يعني، قصدي هتبعت للشخص اللي محتاج الصوره ديت، هتبعتها له وتقول له مثلا طبعا اكمني كنت مكبر الصوره ف هيظهر حته بيضه تحت يعني، بس يعني ممكن ما تظهرش عندك. على ايه ممكن نعمل كنترول زد ونصغر ال اهي 50 50 50 يعني اي رقم مش شرط 50 اوكي، انا محتاج اصغرها بس وبعدين اعمل كنترول في تاني فتقوم تكبر تيجي بالمقاس بالظبط كويس ماشي. دي الصوره اللي عندك دلوقتي بتاعت الجهاز بتاعك، فانا بقول لك مثلا ابعت لي يا محمد صوره الجهاز بتاعك او مواصفات الجهاز بتاعك، او ابعت لي المشكله اللي ظهر عندك في الجهاز، ابعت لي اي حاجه حصل حاجه على الجهاز وانت عايز تصورها زي ما هي زي ما عملنا بالظبط كده، وبعدين تقوم عامل فايل سيف اس ومسمي الصوره اي حاجه مثلا واحد، ومحول الامتداد للامتداد اللي احنا اتفقنا عليه وحاططها على الديسك توب وقايل له سيف. دلوقتي هتخرج تلاقي مش سيف على الديسك توب عندك اهي، واحد دي صوره الجهاز بتاعي اللي احنا مصورينها حالا اهو. اخد انا بقى الصوره ديت واعرف مواصفات الجهاز بتاعك مثلا، اذا كنت ما انتش عارف تتصل بالشركه على الانترنت تتصل لك بالشركه على الانترنت، اذا كنت طالب مساعده معينه اقدر اساعدك كده يعني. دي خدمه مهمه جدا وخاصيه مهمه جدا، ارجو ان حضراتكم تستخدموها وتستفيدوا بيها. اظن ان احنا شرحنا برنامج مميز وظريف وكويس، هو برنامج الرسام، وارجو ان حضراتكم تستفيدوا بيه وتحققوا اقصى استفادة من البرنامج دوت.
شكرا لكم على حسن استماعكم، أرجو أن أنا أكون قد وفقت في شرح هذا البرنامج المهم والمفيد والبسيط في نفس الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.